استاذ ما وصيه كل حاجه شعري والميك اب وكل حاجه انت قطعت عشنا، احنا كنا لسه داخلين نعمل مش مهم انك ضربتيني، المهم انك بتضربي ده ازاي؟ انا اضرب اي حد، انا مش حدش هيقف جنبي يعني. تعالى عمرك بص على الرمايه يا باشا. انت جامده قوي. ايوه هي دي ستات مصر، تحيه لستات مصر. لو كان دخل عليك البوليس وغماكي وربط ايدي فكانت كتفت ده كان عليك وربط ايدي كنت لا ما كنتش هدي الفرصه لاي حد مش انا خلاص مش واثقه في اي بني ادم في المكان فكنت لو دخل عليا مدير امن او مش هصدق وهكلم حد يعني هكلم حد واجيب حد هتلحقي تكلمي حد هو عشان مش هلحقي انا عاوزه اوصل للباب وبعدين انا بالنسبه لي ما هو هجم عليا فتهديده هو بيها انا واثقه ان هو خايف عليها فقفشه فيها هي عشان اطلع بره ولو هطلع بره هحيد الدنيا اكتر على فكره هلم عليكم المنطقه كلها يعني. بجد احنا اتشرفنا بيكي جامد وبجد يعني انت ست جدعه ويعني هم دول الستات على فكره دول البنات المصريات فعلا اللي بجد انا واقف بره جاي على صريخ وعايز اقول حاجه انا وعمرو وبقيه الظباط مالناش اكل عيش مع الستات المصريه يا جماعه شوفوا لنا حل بقى رحاب اخر بقى منك حاجه ممكن تبصي للكاميرا وتقولي ان انت موافقه ان الحلقه اتذاعت تتذاع انا خلاص على خدي نفس خدي نفس انا مشكوره ان انا معاكم في الحلقه دي وان شاء الله ربنا يحييكم كلكم بسبب البرامج اللي بتعملوها واشوفكم في رمضان على خير وما تعملوهاش تاني موافقه على اذاعه الحلقه وموافقه على اذاعه الحلقه مش من ولادك حد باع ولا حد خان ولا حد فيهم كان جبان فصعب ظروف معدنهم الطيب يبان مش من ولادك حد باع ولا حد خان ولا حد فيهم كان جبان فصعب ظروف معدنهم الطيب يبان انت بالنسبة لي مش أربع حيطان انت أرضي وعرضي وعمري كمان انت دمي أحلى سنين زمان انت دمي وأمي وأحلى سنين زمان انت بالنسبة لي مش أربع حيطان انت أرضي وأرضي وعمري كمان انت دمي